بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا سادة الكرام؟ مكملين على بركة الله. في الجزء الأول خلصنا كلامنا عن المينرالز، بدأنا فيها خلصنا وصلنا للكلام عن إيه؟ الكلام عن الهرمونال ريجوليشن. لما نيجي نوصل كده نشوف إحنا كنا فين، تعالوا كده نرجع لرسمتنا دي تاني. قلنا المينرالز انتروداكشن، ديستريبيوشن بتاع الفانكشن، وبعدين كده ابزوربشن، ووصلنا للريجوليشن. خلصنا كلامنا عن الكالسيترايول، ده كان الهرمون اللي هو ايه، اكتيف فيتامين دي 3، ليه هرمون لايك اكشن، وان كان فيتامين ولكنه بيشتغل كهرمون، هرمون لايك اكشن. طيب وبعد كده اتكلمنا عن باراثايرويد هرمون، وقلنا ايه الفانكشن بتاع ده، الفانكشن بتاع ده الباراثايرويد هرمون بيزود الكالسيوم ويقلل الفوسفورس، كالسيترايول يزود كل حاجه. تعالوا نخش نتكلم عن الكالسيتونين. بالمناسبه في شويه كلام كده ايه ممكن يقرا عندكم، يعني باراثايرويد هرمون مثلا بيفرز منين؟ باراثايرويد جلاند مثلا. الكالسيتونين هنتكلم دلوقتي بيفرز منين؟ حاجه اسمها السي سيلز من الثايرويد جلاند. يعني الكلام ده اعتقد يعني مش محتاج نقف معاه قوي ان احنا نقوله او كلام زي كده، بس هنقوله سريعا باب العلم بالشيء والذكر عشان يبقى خطر عندنا اللي عندكم. فاللي مش هي فيكم مش هيفكر يرجع للباوربوينت ان شاء الله ما يبقاش فاته حاجه. طيب الكالسيتونين افكاركم سريعا كده، احنا اخر حاجه قلناها الكالسيترايول، الالترا فايولت راي، سب كوتينس تيشو، يخرج الدي 3 يروح على الليفر يروح على الكيدني، ومنه يخرج على ثلاثة اورجان، الكيدني والبون والانتستين. في الثلاثة بيزود اي حاجة تزود الكالسيوم والفوسفورس والمغنيسيوم في البلد، ويروح يعمل انهيبيشن باراثايرويد هرمون. وعرفنا ان ده فيدباك انهيبيشن، لانه اصلا الباراثايرويد هرمون هو اللي بيزود الكالسيترايول، فده فيدباك انهيبيشن. طيب خلصنا الكالسيترايول، قلنا الباراثايرويد هرمون، الباراثايرويد اصلا الاستيمولس بتاعه هو نقص الكالسيوم، فهدفه يزود الكالسيوم. يخرج الباراثايرويد هرمون كنتيجة لنقص الكالسيوم، الهايبوكالسيميا، على البون، على الكدني، على الانتستين بطريق غير مباشر، ولكن التركه هنا في الكدني بيقلل الفوسفورس، وعرفنا محصله الباراثايرويد هرمون. تعالوا بقى ايه نحط كده الباراثايرويد هرمون في كفه وفي خناقه مع الكالسيتونين. الكالسيتونين فيرسس الباراثايرويد هرمون، من الاخر الكلام كله عكس بعض. يعني معناه اولا الكالسيتونين بيخرج لما الكالسيوم يزيد، هو بيخرج ان ريسبونس تو هايبر كالسيميا، زياده الكالسيوم ده يزود الكالسيتونين. الكالسيتونين بيخرج منين؟ من الثايرويد جلاند، من حاجه اسمها السي سيلز، سي سيلز عشان اسمها كالسيتونين، ف سي مع السي. طيب الكالسيتونين بيخرج نتيجه الهايبر كالسيميا، بيروح يشتغل على ثلاثه اورجان، على البون وعلى الكدني وعلى الانتستين، هدفه يقلل الكالسيوم. فهو بيقلل الكالسيوم بيقلل اي حاجه معاه كمان، بمعنى بيروح على البون هو عايز يقلل الكالسيوم في البلد، فيروح يجيب ادي البلد وادي البون، ياخد الكالسيوم والمينرالز من البون ويدخلها في من البلد ويدخلها في البون. بيعمل كده ازاي؟ اولا يوقف نشاط الاوستيوكلاست عشان خاطر ما يخرجش حاجه، ما فيش حاجه تخرج، هذا اول حاجه. ثانيا يزود المينرايزيشن عن طريق يزود الاوستيو بلاست، هذا اول حاجه. النقطه اللي بعد كده على الكدني، يزود الاكسكريشن، احنا هدفنا ايه؟ نخرج المينرالز، يروح على الكدني ويخرج. على الانتستين يقلل الابزوربشن، يعمل مش الابزوربشن. ملخص الثلاثه يقلل الكالسيوم والفوسفورس والمغنيسيوم، وهو كده تقريبا عكس الباراثايرويد هرمون بالظبط، مفيش فرق. يعني خناقه دايره كده بينهم. طيب ادي كده الايه الكالسيتونين، ودول الثلاثه الاساسيين، الفيتامين دي او اللي هو الكالسيترايول والكالسيتونين والباراثايرويد هرمون، دول الثلاثه الاساسيين اللي بيهم بيتم التحكم في الكالسيوم. في بقى شويه حاجات تانية زي الاندروجينز مثلا، الاندروجين اقولهم سريعا كده، الاندروجين ده بيروح يزود الباراثايرويد هرمون. اتمنى ده الواجب بتاعك، لو الصفحه دي وصلت لك اقعد تكتبها كده، سمعها لنفسك بتاع كلام زي كده. ده بيروح يزود الباراثايرويد هرمون على الكيدني مثلا. الاستروجين ده بيروح يعمل انهيبيشن للباراثايرويد هرمون على البون، تمام. ولذلك دور الاستروجين لو خدنا بالنا، كان الباراثايرويد هرمون بيعمل ايه؟ الباراثايرويد هرمون كان بيروح على العظم يخرج يعمل بتاع ده يزود كالسيفيكيشن، تمام، بتاع ده فين الباراثايرويد هرمون، كان بيروح على العظم يزود نشاط الاوستيوكلاست، يعني يروح يخرج من الاخر كده بيخرج المينرالز من العظم، عشان نفهم حته ايه دوره مع البوست منبوزل. كان دور الباراثايرويد هرمون يخرج الكالسيوم من العظم، يخرج الكالسيوم من العظم، تمام. فهو بقى بيروح يعمل انهبيشن للموضوع ده، عشان كده الفيميل وهي في مرحله الخصوبه في حمايه من امراض العظم اللي هي زي الاوستيوبروز وكلام زي كده. الفيميل الاولد ايج بوست منبوزل عرضه اكتر للاوستيوبروز، لهشاشه العظام. طيب بعدنا بعد كده الجلوكورتيكويد برضه لهم اكشن، الكورتيزون وكلام زي كده، ده بيزود النشاط الباراثايرويد هرمون عموما، بيحفز الباراثايرويد هرمون وبيزود السكريشن بتاعه. الثايرويد بيروح يزود البون ريزوربشن، يخرج الكالسيوم من العظم.
الجروث هرمون بيزود الابزوربشن اصلا من الاساس، يعني ده بيزود كميه الكالسيوم من الاساس خلاص كده. يعني الثيرويد والجروث هرمون شبه بعض ان هم بيزودوا كميه الكالسيوم، ده واحد بس واحد عن طريق الريزوربشن يخرج من العظم، واحد بيزود الامتصاص. دي كانت هرمونات تانية اذرز يعني. طيب في حاجات تانية اصلا مش هرمونات بتاثر برضو على مستوى الكالسيوم، زي ايه؟ زي الالبومين. اتفقنا ان الالبومين ده بروتين في البلد كارير، شايل من ضمن الحاجات اللي شايلها شايل كالسيوم. لو نقص الالبومين او معادله كده، اذا نقص الالبومين يساوي نقص الكالسيوم. خدوا بالكم التوتال كالسيوم مش الايونايزد، قد يعني ولذلك اصلا نقص الالبومين ده مش لازم يصاحبه اعراض نقص الكالسيوم. ليه؟ لانه اصلا الجزء اللي كان مرتبط بالالبومين هو الجزء النون ايونايزد، هو الجزء اللي اصلا مش ملوش وظيفه او ملوش اكشن على البون. الجزء الفانكشن هو الايونايزد. افتكروا مش احنا كنا نقول 50 50 50 50 وال 50 دول مقسوم 45 50 45 5، فال 45 دول او ال 50 دول اصلا مش اكتف، دول اللي اكتف. ولذلك مش لازم دايما نقص القلب من يصاحبه اعراض هايبو كالسيميا خلاص كده. طب ايه الحاجات اللي ممكن يحصل فيها نقص القلب من النيفروتيك سيندروم؟ نيفروتيك سيندروم فيها نقص في البروتينات او زياده في اكسكريشن بروتين ينقص فيها الالبومين، ليفر ديزيز وهكذا. الاسيلوزيس عموما من الحاجات برضو اللي بتاثر على الكالسيوم، الالكالوزيس من الحاجات اللي بتاثر على الكالسيوم. الاسيلوزيس يقلل امتصاص الكالسيوم، الالكالوزيس يزود امتصاص الكالسيوم خلاص كده. طيب يبقى الاسيلوزيس بيزود الايونايزد وبيزود الكالسيوم عموما، الالكالوزيس بيقلل الايونايزد. لو جينا وغير الامتصاص، احنا قلنا مره مع الامتصاص هنا بقى بالمناسبه، يعني عشان خاطر دي معلومه جديده هنا في الاسيلوزيس، بيقول انه ده بيزود الايونايزد، يزود تاين الكالسيوم. الالكالوز يقلل الايونايزيشن، الايونايزد كالسيوم. تمام كده. طيب كمان تريكه برضو ملحوظه هنا نزودها، خد بالكم انا مسمي السلايد ديت ان بي، يعني انا مسمي السلايد ديت ان بي ملحوظات. خد بالك من كذا، خد بالك من كذا، خد بالك من كذا. انما هل فيها حاجه هنقف عندها او نذاكر فيها؟ لا، يعني ايه كلام يقرا كده بس. طيب خد بالك مع المغنيسيوم لو سمحت، انه بجانب انه احنا مساعد عندنا نتكلم عن كالسيوم والفوسفورس، المغنيسيوم كمان بجانب الرينال ريجوليشن اتكلمنا عنه، بجانب الباراثايرويد هرمون اتكلمنا عنه، كمان بيتحكم في الالدوستيرون. الالدوستيرون ليه تاثير على المغنيسيوم، فان بي كده الالدوستيرون تاثيره انه بيقلل مستوى المغنيسيوم خلاص كده. طيب ده من الحاجات اللي بتاثر على المغنيسيوم. اعتقد كده الكلام بقى سهل وواضح. بقى لنا بقى بعد القصه دي، بقى بعد ما فهمنا الهرمونات وبعد ما فهمنا الريجوليشن، نروح بقى نفهم الديس اوردرز بقى، هايبوكالسيميا هايبركالسيميا. خد بالك انا كاتب الاسباب مش كاتب الاعراض. اعراض انت ماكش في حاجه كده كده، مش هيجي في الامتحان يقول لك ايه اعراض نقص الكالسيوم واعراض زياده الكالسيوم، بس دايما ركز على العضلات والقلب والنيرفس سيستم. يعني دايما بص على دول في الكالسيوم، بص على دول. هتلاقي مثلا في اعراض نقص الكالسيوم يقول لك ايه تيتاني مثلا، كاربو بيدال سباز. تمام. مش عارف في المصل مثلا بتاعت الهارت يحصل فيها دايليتيشن، في المصل عموما يحصل اكزايتابيليتي وهكذا. فتلاقي دايما اعراض الكالسيوم هي دول، سواء هايبو او هايبر، رايحه في السكه دي، سكه المصل و المصل عموما يعني كونتراكشن وكده. طيب انا بس عايز اركز على اسباب نقص الكالسيوم، هايبوكالسيميا وهايبركالسيميا. اسباب نقص الكالسيوم عموما، اولا نقص الالبومين خلاص وضحناها زي النيفروتيك سيندروم. نقص الباراثايرويد هرمون، اي حاجه بتزود الكالسيوم نقصها، زي نقص الباراثايرويد هرمون بيحصل امتى؟ غالبا سيرجيكال، غالبا عيان داخل او عيانه داخله في ميل داخله تشيل الثايرويد، فوهي بتشيل الثايرويد الدكتور شال لها الباراثايرويد كمان، فغالبا سيرجيكال. ماشي، ممكن راديشن، ممكن انجري، ممكن اي حاجه، ولكن غالبا سيرجيكال. تمام. طيب ايه كمان النقطة الثانية؟ ممكن كمان اوتو اميون ديزيز، اجسام مناعية طلعت هجمة الباراثيرويد جلاند عادي خالص. طيب كمان نقص الفيتامين دي، نقص فيتامين دي يحصل امتى؟ يحصل في غالبا دايت اشهر حاجة، وديت هتنتج عندها مرضين، يا اما ريكتس ده لو النقص في الاطفال، يا اما اوستيوماليشيا لو النقص في الكبار. هنجيلهم دلوقتي، هنوضح الفرق بينهم دلوقتي، بس عموما دول نقص الكالسيوم، نقص الكالسيوم نتيجه نقص فيتامين دي. رب تكون صوره واضحه. ممكن يكون مشكله الكالسيوم، نقص الكالسيوم ده نتيجه ديفكتيف اورجان، اورجان مش شغال كويس. ايه هي الاورجانز اللي علاقه بالموضوع ده؟ الجي اي تي، حصل جي اي تي مال ابزوربشن سيندروم، الجي اي تي ما عادش شغال، بالتالي ما عادش كالسيوم داخل الجسم. حصل رينال ديزيز بقى، رينال فيلير مثلا، او بعض الامراض اللي بتخرج يحصل زياده في اكسكريشن اوف الكالسيوم. خد بالك الكلام عام جدا، لانه هنيجي هنا برضه رينال ديزيز، بس هنا رينال ديزيز بيزود بيحبس الكالسيوم مثلا يعني، او بيقلل الاكسكريشن. فعايز اقول بس انه الكلام كلام جنرال يا جماعه، مفيش حاجه نقف عندها قوي ان ايه
نتعب نفسنا فيها قوي، ما تقفش قوي عند الموضوع ده ماشي. كمان ليفر ديزيز، واحد عنده مثلا ليفر سيروزس والتاني ما عادش بيصنع البومين، ما عادش بيصنع، ما عادش بيعمل الاكتيفيشن للفيتامين دي، وبالتالي ما عادش فيه امتصاص الكالسيوم وهكذا. ده الهايبوكالسيميا. تيجي عند الهايبر كالسيميا نفس الكلام تقريبا، انا بس ايه حطيت دراجز قصاد الالبومين عشان بس يبقى حاجه قصاد حاجه، الباقيين نفس الكلام، اعكس الكلام بس، يعني دراجز قصاد الالبومين. الدراجز مثلا زي الليثيوم، زي الدايوريتكس، السيازيد تحديدا، عيله من الدايوريتكس، من مديرات البول، دول يزودوا الكالسيوم، بيحبسوا الكالسيوم في الجسم. تمام. زياده الباراثايرويد هرمون، الباراثايرويد هرمون بيزيد. بص بقى يعني الكلام هنا انا مش يعني ايه مش عايزين نقف عنده كتير. برايمر هيبر باراثايرويدزم، الباراثايرويد جلاند اتجننت وشغاله زياده عن اللازم. عايز اقول بس انه زياده الباراثايرويد هرمون ده اللي يلزمني هنا، زياده الفيتامين دي ده اللي يلزمني هنا برضه ماشي. ديفكتيف اورجانز نفس الكلام، لو في مثلا بتاع ده مثلا ادرينال ديزيز، بون ديزيز، كلام زي كده. في بس ملحوظين عندك كلمتين كده عايز اقولهم، عايزين نوضحهم بس. حاجه اسمها مالجننت مع تحديدا مع الباراثايرويد هرمون، بيقول لك ايه من اسباب زياده الكالسيوم الباراثايرويد هرمون لما يزيد، واحد اثنين مش عارف ايه، واحد منهم يقول لك ايه المالجننت سيلز. ايه علاقه المالجننت سيلز بالموضوع تحديدا؟ يقول لك اللنج كانسر، انواع من اللنج كانسر، ما حدش فاهم حاجه. بصوا يا جماعه، في انواع من اللنج كانسر تحديدا، من اللنج كانسر تحديدا تمام، مش اي كانسر ثاني، بتخرج باراثايرويد هرمون لايك بروتين، بروتين شبيه بالباراثايرويد هرمون، بيعمل نفس الاكشن بتاع الباراثايرويد هرمون ده في بعض انواع الكانسرز. خلاص كده. فعشان كده ده تفسير بس اختصار، عشان لو حد عايز يقول ايه العلاقه، ايه اللي جاب الكالسيوم لللنج للباراثايرويد هرمون، يعني ايه اللي جاب ده جنب ده. فاتمنى تكون الصوره واضحه. كمان في عندنا حاجه عايزين نوضحها اسمها ميلك الكالي سيندروم، هناخدها في الاطفال ان شاء الله. ميلك الكالي سيندروم بكل بساطه، نبذه سريعه بكل بساطه، ملك الكالين كتير، الكالين كتير، حد قاعد ياخد الكالين كتير، الكالين كتير، الكالين كتير، لحد ما غير البي اتش بتاعت الانتستين بتاعت الاستومك. فبكل بساطه بيحصل امتصاص زياده الكالسيوم. ده ملخص الموضوع يعني. طيب ازوها وبتاع سيبوها الوقت، هتبقى تعرفوا في الاطفال وفي البطنه، مش عايز اشغل منكم اصلا كده، كفايه اللي علينا يعني. طيب ده كده كانت قصه الهايبر والهايبوكالسيميا. تعالوا بالمره كمان نشوف الهايبر والهايبوفوسفاتيميا. الهايبوفوسفاتيميا اولا تحصل امتى؟ هايبوفوسفاتيميا، فوسفات قليل في الدم، ناقص الابزوربشن، مشكله مع الابزوربشن، جي اي تي مالجنسي، اي حاجه، اي حاجه مبوظه الجي اي تي، ناقص البون ريزوربشن، البون ما عادش بيحصل فيه، كان الريزوربشن اللي هو ايه يخرج من المينرالز، تخرج من العظم وتروح على الجسم، ما عادش بيحصل العمليه ديت لاي مشكله إن كانت، مشكله بقى في الاوستيوكلاست ايا كانت القصه يعني. المهم ناقص البون، زياده البون، ناقص البون ريزوربشن. طيب كمان زياده اليورينال اكسكريشن، الكيدني بقى بتهرب وبتفوت الفوسفيت، الرينال ديزيز. طيب اللي انا عايز بس اعلق عليها الانسولين ثيرابي، ايه علاقه الانسولين او الجلوكوز بالموضوع؟ هو الانسولين ثيرابي يعني اعطي لما بحث الشخص انسولين، ادي له انسولين او كلام زي كده، شخص جاي لي في رعايه ومش لاقي سبب، كان دي كي ايه مثلا وحجزته في المستشفى، بعطي له انسولين. هذا الشخص بكل بساطه ممكن يحصل عنده هايبوفوسفاتيميا، هل له الفوسفيت فعليا ناقص في دمه؟ لا. بس الانسولين من الحاجات اللي بتعمل انترا سيلولار شيفت الفوسفيت، بمعنى انه بيدخل ادى الخليه اهي، وده البلد ياخد الفوسفيت من البلد يدخله في الخليه. هل الفوسفيت قليل ككميه؟ لا، ولكن مكانه اتغير. فبكل بساطه انترا سيلولار شيفت اوف الايه، اوف الفوسفيت، ده الهايبوفوسفاتيميا. طيب بالنسبه للهايبر فوسفاتيميا هنلاقي نفس الكلام بس العكس، ناقص زياده الانتاج، واحد فوسفيت كتير، زياده الانتاج ده رير قوي، صعب صعب يحصل. زيادة البون ريزوربشن، البون بقى بيتكسر بزيادة عن لازم، نشاط زيادة الاوستيوكلاست، مالجنسي، أي حاجة. نقص اليورينال اكسكريشن، نقص الكيدني ما عادش بتخرج فيها فيلير أيا يكن فيها إيه، والفوسفيت محبوس في الجسم. أنا عايز بس أعلق برضه على الجملتين هنا، حاجة اسمها تيومر لايسيز سيندروم، وحاجة اسمها لاكتيك أسيدوز. بص بقى اللاكتيك أسيدوزس عكس الانسولين ثيرابي، بمعنى إنه بيعمل العكس، ده بيعمل اكسترا سيولار شيفت، بدل ما كان الفوسفيت جوه الخلية هيخرج بره الخلية. ليه؟ لأنه بكل بساطة الأسيدوز بتبوظ اللي هي البرميابيلتي بتاعت السيل ميمبرين، فالفوسفيت اللي أصلا الفوسفيت أصلا جوه الخلية كتير فيخرج بره فيعمل هايبر فوسفاتيميا، ده لاكتيك أسيدوز. النقطة الثانية تيومر لايس سندروم، إيه معنى تيومر لايس سندروم؟ يعرفوها لنفسكم مهمة يعني. التيومر لايس سندروم وغالبا لما تقابلك في البطن والاطفال هتذاكرها او في الجراحه او في ايا يكن يعني، بتذاكرها ان بتبقى من الحاجات الايه التركات في الام سي كيوهات وكلام زي كده. تيومر لاي سندروم بكل بساطه لو شخص
هو الفوسفيت اصلا موجود بكميه كبيره فين؟ احنا اصلا قلنا من وظائفه انه انترا سولار، جوه الخلايا، جوه النيوكلس وجوه كل حاجه في الخليه. فلو شخص عنده تيومر، يعني عنده خلايا كتير، ادى خلايا كتير، بيبدا ياخد كيمو ثيرابي او ريديو ثيرابي. فكيمو ثيرابي وريديو ثيرابي معناه ايه؟ الخلايا دي كلها بتتكسر، الخلايا دي كلها بتتكسر، بيحصل لها لايسز، فيبدا يخرج اللي جواها، واحد من اللي جواها هو الفوسفورس او الفوسفيت. عشان كده تيومر لايس سندروم بتحصل مع الكيمو ثيرابي والريديو ثيرابي، نتيجه تكسير كميه كبيره من السيلز، يخرج او بيزيد الفوسفيت، فمن اعراض فمن مشكله زياده الفوسفيت، هايبر فوسفاتيم، اسمها تيومر لايسز سندروم، وحاجات تانية على فكره، يعني بيزيد معاها حاجات تانية من اليوريك اسيد وحاجات زي كده، بس ده واحد من الحاجات اللي بتزيد. طيب ده كده كان قصه المينرالز. في بس عندنا في الاخر ثلاث مصطلحات كده نعرفهم يعني من باب المعرفه. بصوا يا جماعه، يعني ريكتس يعني ايه؟ اوستيوماليشيا يعني ايه؟ اوستيوبروزس. بصوا بقى، ريكتس واوستيوماليشيا نقص فيتامين دي، نقص فيتامين دي، وبالتالي نقص الكالسيوم. بس الفكره في السن، الريكتس في الاطفال، الاوستيوماليشيا في الكبار. بيبدا يظهر عنده بقى الاوستيوماليشيا ده، العظم يتكسر من وقت العظم ضعيف، ممكن الريكتس ده بتلاقي الطفل عنده اصلا بعض اعراض كده، اعراض كتير منها الباو ليجز اللي هو الرجل المقوسه، مش عارف، مشاكل في الضلوع، كلام زي كده. ده ايه؟ لانه بالذات اكتر اعراضه اكتر في الاطفال، لانه العظم لسه بيتكون، وبالتالي يبقى مشاكله ظاهره قوي. اوستيوماليشيا في الكبار بيبقى فيها برضه بعض الاعراض، ولكن مش زي الريكتس. طيب لكن الاثنين ايه؟ نقص فيتامين دي، والتاني نقص الكالسيوم. امال بقى ايه اوستيوبروزس؟ لا ده نقص الماتريكس بتاع بتاع البون نفسه، مفهوم بقى المينرالز، يعني نقص البون نفسه، نقص ممكن اقول ايه الكوانتيتي بتاعت البون، او نقص حتى عندكم مكتوبه كده ثيننج، البون بقى رفيع بقى خفيف، اسمه اوستيوبروزس، اللي هو ده مسميها هشاشه العظام بقى، او اين يكون اسمها ايه بالعربي، مش فاكر اسمها بالعربي. تمام. فبكل بساطه الاوستيوبروزس بيحصل بالذات مع الاولد ايج، زي اي خبطه، اي وقعه، يوم الراجل الكبير ده، جد اجدودنا ربنا يحفظهم يا رب، تلاقي سهل قوي في السن الكبير يقوم واقع وقعه، اي اللي هو ممكن اي حد طفل صغير يقع 20 مره ما يحصلوش حاجه، ده ممكن وقعه خبطه بتاع دراعه يتكسر، رجله يتكسر، مش عارف ايه كلام زي كده. يعني واحده من اسباب، واحده من اشهر اسباب الوفاه في الاولد ايج هي الفراكشر فيمر، فراكشر نيكو فيمر، زحلق في الحمام الحوض اتكسر. فيعني ربنا يعافينا ويعافيكم ويحفظنا جميعا كل سوء. فبكل بساطه ده كان الفرق بين الثلاث مصطلحات. هناخد بس بالنا ان الثلاثه نقص في الكالسيوم او مشكله مع الكالسيوم، بس الفكره في الريكتس والاوستيومينيشيا ده اصلا يسموهم نيوتريشنال ديسوردرز، مشاكل في الانتاج غالبا. يعني الاوستيوبروزس ده العظم نفسه ما عادش بقى تكوينه سليم وكلام زي كده. وخلاصه الكلام في الاخر فراكشر وابنورماليتي مع البون، ثلاث مصطلحات عندك اعرفهم بس كده من باب العلم، يعني موجودين الثلاثه مفيش كلام قوي عليهم. في بس عندك صوره للاعراض الموجوده في الاطفال في الريكتس، ما فيش يعني برضو هتلاقي كلام، ما فيش حاجه. يعني هو يقول لك مثلا تخيل كده الطفل مرسوم كده قدامك شويه اعراض كده. اولا على مستوى البون بتاع السكال هتلاقي عندك الضلوع بتبقى عليها مميزه، وده الضلع مثلا، ده الضلع كمان اهوت، ماشي. الضلوع بتلاقي ضلعنا الطبيعي، الضلع الطبيعي في حاجه اسمها البون وحاجه اسمها الايه الكارتليج، في بوني بارت، اي ضلع في بوني بارت وكارتليجنس بارت، وبينهم جانكشن اللي بنسميها الايه الكوست الكوستو ايه ضاعت غلط مني ما علينا. المهم الجانكشن ديت في الطفل ده نتيجه البون بيكون بشكل مش طبيعي، فبتبدا الجانكشن تكبر، تلاقي البون بيتكون هنا ومش بيحصل له مينراليزيشن. المفروض مرحله من مراحل العظم ايه؟ انه بيتكون اوسيوس وبعدين يبقى اوسيويد، من الاخر بتكون عظم كده سفنجه، وبعدين يتحط يحصل له ريموديلنج عشان يتكون العظم القوي. فبيفضل عند العظم السفنجه ده، العظم الكبير، العظم المنفوش، فتلاقي العظم كبير بس زي قلته، فتلاقي ضلوع الولد ده واخد الشكل ده، عامله كده اسمها روزاري بيدز، زي العقد كده او زي السلسله، كانها حبات خرز كده على الضلوع بتاعت الولد، ماشي. كمان من علامات الباو ليجز ارجل مقوسه نتيجه ضعف طبعا العظم بتاع الايه اللونج بون وكلام زي كده. بس ده بس للعلم بالشيء، يعني لا اكتر ولا اقل. تبص في الصوره عندك تلاقي الكلام سهل ان شاء الله. كده بفضل نكون خلصنا كلامنا عن محاضره المينرالز. كان المقرر كمان احط معاه الموضوع ده محاضره التريس مينرالز اللي هو النحاس والسيلينيوم والحاجات ديت، بس كفايه يعني، كفايه صراحه يعني مش هقدر اصلا اوفيها حقها في الشرح يعني. فممكن نكملها ان شاء الله على خير بكره، نكملها باذن الله في وقت تاني، ما فيش مانع خالص. المهم احنا مقررين ان شاء الله يعني نخلص الجزئيه ديت بتاعت المينرالز والفيتامينز ونعمل امتحان، وربنا يستر هحاول باذن الله جاهدا يكون قبل
ما نبدا في الميتابوليزم بجد بقى، اللي هو الجلوكوز ميتابوليزم بتاع الاسبوع الجاي ده ان شاء الله. طيب تعالوا كده سريعا، احنا اتكلمنا في الانترودكشن، بعدين اتكلمنا كالسيوم فوسفور ومغنيسيوم من حيث الديستريبيوشن، وبعدين الفانكشن الابزوربشن، وبعدين اتكلمنا ريجوليشن، اتكلمنا عن ثلاث هرمونات، كالسيترايول باراثايرويد هرمون والكالسيتونين، وبعد كده اتكلمنا عن اثنين ديزيز، هايبو كالسيميا وهايبر كالسيميا، هايبو فوسفاتيميا وهايبر فوسفاتيميا. دي كده بفضل الله كانت محاضره النهارده. زي ما قلت لكم كده، احنا كده الحمد لله خلصت ماشي. النقطه بس اللي عايز اوضحها زي ما قلت ده، انه وهنتظر منكم تعليق عليها ان شاء الله. رفع الفيديوهات هيكون على جروب التليجرام، هنقفل يعني هقفل الشير منه، مش هينفع تعمل له فورورد او كده. بطلب بس من حضراتكم لو سمحتم هتحافظوا على الداتا ماشي، دي امانه معاكم، وانتوا نفسكم بفضل الله شايفين المجهود المبذول في هذه الفيديوهات، اتمنى يكون وصل لكم يعني، لانه المحاضرات بتحضرها والبرزنتيشن اللي شايفينه ده كله بتجهز مجهزه النهارده الحمد لله. فيعني احنا انتوا بتذاكروا وانا شغال، واحنا كده يعني بنساعد بعضنا الحمد لله. فاللهم استعان، اللهم استعان، رجاء لا يضيع هذا المجهود، انه الاقي بقى ناس كتير مشتركه على بعض باشتراك واحد والكلام ده، انتوا ناس اكبر من كده يعني. وزي ما قلنا، اي حد عنده اي مشكله ماديه يا جماعه، انا يعني اعتبروني اخوكم الكبير اذا يعني تسمحوا لي بحاجه زي كده، وكلموني بس ما تكونش دعوه. خلاص هيكون معانا اي حد يعني، مرحب بالجميع. كده بفضل الله نكون خلصنا المحاضره الاولى ان شاء الله. حاولوا رجاء ان تخلصوا من الكلام العبيط ده بدري بدري، مع هنمشي اول باول، بحيث ان احنا الاسبوع الجاي نبدا الاسبوع الجاي في شغل جد، في شغل جد ما يرضي الله يعني. فعايزين نبقى فايقين كده ومصحصحين. تمام، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. هقف بقى الريكورد، لو عندكم سؤال اتفضل.